السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبي ومتابعي عادل فتحي في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا مغير اللوكيشن اهوت وهبدأ أطور في نفسي زي ما اتفقنا. النهاردة لفت نظري وأنا بلف، أنا طبعا محسوبة على قنوات الحاجة فاطمة والدة الأستاذ محمد أخو مدام صدفة ومدام سعاد وياسمين، بعزهم كلك يعني، حتى أزواجهم ضني والأستاذ حسن، بحبهم، أسرة مصرية بسيطة. فأنا متابع، أنا وأسرتي بالكامل والأحفاد متابعين هذه القنوات على فكرة من قبل ما أدخل اليوتيوب. فالمهم لفت نظري في فيديو إن مدام صدفة كان فيه الخاتم الفضة بتاعها اللي هو العقيق الياباني الكبدي اللي احنا بنقول عليه، اللي هو اللون ده، اللي هو العقيق ده، هو ده، هو ده بالظبط اهو. بس الفرق التاني ان الخاتم بتاعها يعني بناتي وشيك، يمكن الشغل الفضه اللي فيه اكتر من ده بكتير، يعني ده الشغل بتاع ده اهو هتلاقوه بسيط جدا. فالمهم ايه يا ام حسين، دي زي خواتم محمود، خواتم محمود، خواتم محمود البلاستيك، انت هتهجص يا ام حسين. يعني انا راجل بتكلم بجد، احنا جبنا في سيره بقى خواتم محمود، احنا بنتكلم في حاجه احجار كريمه وبنتكلم فيها لان في مناقشه كبيره جدا، ولو سمحت يا ام حسين صوتك ده ما اسمعوش. المهم ان هي طلعت قالت يا جماعه لا سحر ولا شعوذه ولا حاجه، وادي الملح اهوت وادي مش عارف الكلور، وقعدت تنظف. طبعا الملح بينظف فعلا الفضيات اذا كان فيها اي حاجه وكلام من ده، وقالت ان عادي خالص، وحكت الحكايه ببساطه، وقالت ان هي يعني كانت طول عمرها بتحب تلبس دهب وكان عندها دهب كتير جدا، بس نتيجه الظروف اللي مرت بيها يعني اشترت حاجه او شقه او كده، حتى ما اعرفش حد لسع منها، سرق منها خاتم، حاسبنت عليه لانه بيزعل. على فكره الحاجه مش عشان غلوها ولا تمنها، الحاجه علشان لما بتروح الانسان بيزعل جدا. وقالت انها مرت بظروف يعني ماديه، نتيجه ذلك انها باعت الحاجات دي ففضل الخاتم ده معاها ولذلك احتفظت بيه. بس هي ناسيه حاجه، ناسيه ان يمكن هذا الخاتم كان يعني زي ما بيقولوا ادم السعد ليها. وهل بالفعل يا ام حسين الحاجات دي بتجلب يعني الحظ والبخت والكلام ده؟ بالظبط، نتفق نختلف، الحاجات دي يا جماعة يعني بتجلب الحظ ده بلا خلاف، لكن هي لا لها دعوة بالسحر ولا لها دعوة بالشعوذة ولا أي شيء. طب لما نيجي نتكلموا، علشان أنا بقى ده متخصص أو شغل الخصيص هي الأحجار الكريمة، ولما نقول أحجار كريمة لأنها أحجار كريمة يعني معناها بتجيب الكرم أهو من الاسم بتاعها. هنلاقي أشهرها طبعا اللي هو الألماس والتوباز والكهرمان واللؤلؤ والزمرد والعقيق أهو، العقيق أهو، واللازورت والتوباز والزفير والمرجان، في منها اللي هو العضوي وفي منها اللي هو المعدني. إحنا بنتكلم على ده جبناهم على طول في بعض يعني. طيب احنا لو نفتكر، فاكرين انتوا مباراة مصر؟ ما هو الناس بس علشان ما وانا هحكي تجربتي مع هذه الحاجة. انا يا جماعة ما بعترفش باي حاجة، بس انا هقول تجربة لي انا مريت بيها، ولذلك انا في بعض الاشياء ما بقلعهاش خالص من لبسي، لان لو قلحتها بيحصل لي يعني حاجات، منها الخاتم ده صغير، بس هو طبعا ده خاتم يعني حد هدهولي صديق وقال لي ما تقلعوش ده تملي، انا بلبسه على طول وبنام بيه وما بسيبوش من ايدي. انا حصل لي بعض الحاجات، الناس اللي عايزه تصدق ان ده حصل ليا نتيجه تجربه في الحياه، اللي مش عايز يصدق بيصدق، مع اني ما بعترفش باي حاجه زي ما انتوا فاهمين. اول حاجه لو ترجعوا لورا هتلاقوا فاكرين ماتش الناس القدام قوي، الزمالك لما لعب كوتوكو اشانتي كوتوكو في كوماسي، مدينه كوماسي معقل الاشانتي، الزمالك اتغلب 5-1 في وقت كان الزمالك افضل فريق في افريقيا واسيا، العمالقه احمد رمزي واسماعيل يوسف واشرف قاسم ونادر السيد وحسين السيد وحسين عبد اللطيف وجمال عبد الحميد، كانوا عمالقه، شالوا 5-1. كانت في معزه، المعزة دي كانت فين؟ كانت في المدرج، كل ما تعمل بقى
حسين السيد يقول انا مش شايف، شالوا حسين السيد نزلوا نادر السيد. المعزه الراجل اللي قاعد بالمعزه بره في المدرج يهز فيها كده تعمل بقى تعمل بقى وتبقبق. التاني فضل الزمالك لحد ما شال خمسه، وجمهور النادي الاهلي فضل يغني ويقول ان كنت ناس انا مش ناسي 5-1 في كوماسي. كل ما نيجي نلعب ماتش جمهور الاهلي يمسك يعني اللهجه دي، ان كنت ناس انا مش ناسي 5-1 في كوماسي، يعني خماسي اللي هي مدينه معقل الاشانت الكتوك. جه النادي الاهلي لعب، برافو عليك يا ابو حسين، زي ما بيقولوا الاياب دواره، راح يلعب سان داونز. سان داونز في جنوب افريقيا، وكان موسيماني مدرب النادي الاهلي الحالي هو مدرب سان داونز. الاهلي شال خمسه، شال خمسه، بس الدور ما كانش معزه، كان ايه؟ كان ديك، كل الديك بيعمل كو 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 كو. الشناوي يلاقوه مدد والجول داخل من 40 يارده من 50 يارده. الاهلي شال هزيمه فضيحه زي ما بيقولوا كل البقاييس في يعني في جنوب افريقيا. وربنا يستر على النادي الاهلي الاسبوع اللي جاي، لانه هيلاعب الفريق الاخر اللي هو كازر شيفر، بس معاه مين؟ موسيماني اللي هو كان لاعب بقى في الديك، كان قلل الديك حاجه. برضو مباراة مصر لو تفتكروا في غانا، وكان الجيل العظيم أبو تريكة ومحمد صلاح ووائل جمعة، وكان الأصول يعني يا نتعادل يا نغلبهم يا نطلع 1-1، شلنا ستة وخرجنا من كأس العالم، وكانت كارثة يعني. طيب أنا على المستوى الإنساني، وأنا بقول لكم إن الحاجات دي يا جماعة دي ما فيهاش كلام، العقيق ده بيجلب الحظ والبركة ويمنع أي مكروه عن الإنسان، ده كمان ذكر في القرآن، يعني قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، دي سورة الرحمن، وفي سورة أخرى كأمثال اللؤلؤ المكنون، دي سورة الواقعة. يا رب بس أكون التشكيل والحاجات دي ما بعدتش فيها. طيب أنا بقى على المستوى الإنساني، يعني في حاجة في الريف اسمها الكبسة والمشهرة. برافو. إيه هي الكبسة؟ إحنا هنهرج يا أبو حسين، أنت فكرها الكبسة أكل، بنقوله حاجة اسمها الكبسة وحاجة اسمها المشهرة، والناس القديمة هتفهم كلام عادل فتحي. اللي عايز يا جماعة ياخد الكلام ده، يعني أنا أعتبر الفيديو ده للنسيان، بس أنا بقول أهو أن جميع الأحجار الكريمة ومنها هذا الحجر اللي هو العقيق اليماني الكبدي اللي لون الكبدة بالظبط، ده بيمنع الحسد وبيمنح البركة للإنسان، لأن ده مذكور ودي أحجار كريمة. ولو ما كانتش أحجار كريمة زي ما قلت، الألماس والتوباز والكهرمان واللؤلؤ والزمرد والعقيق واللازورد والتوباز والزفير والمرجان، ما كانوش هنا. طيب العروسة لما بتيجي اليوم الصباحية، كان دلوقتي كان محدش بيروح صباحية، انت لك حبيب لك الف عاد، انتوا شايفين الناس في اليويو بيعملوا ايه في بعض، فبيحصل للعروسة حاجة اسمها ايه؟ الكبسة، يعني ايه؟ المشهرة. تروح سيدة لها في الصباحية وتكون في حالة مثلا جماع مع زوجها، انا بتكلم الكلام علشان تبقوا يعني كده، وما استحمتش يعني ما عملتش شاور، وتروح رايحة للعروسة يقولوا عليها ايه؟ تكبسها، زي لما بيجي مش عارف ايه في الولادة يقول لك الراجل ما يحلقش دقنه، هيقولوا برضو جاهل جهول مجهال. ما هو بيحصل يا جماعة، انا بسبب الدقن دي خدت جزة وانا في الجيش، كانت زوجتي وانا في الجيش حبلت، فقالوا لي ايه ما تحلقش دقنك والتجاي اللي ايه تشهرها، يعني ايه امنع تدفق اللبن للبيبي، وكان ابن البكري. فالمهم قائد، كنت انا في منطقه قائد المنطقه يعني، فقال لي تعال تعال، ما هو ابن ثلاث ايام ودقني تقيل قوي زي دي كده بس كلها بقى، قال لي انت ايه شكلك ايه، ولا انت تبع ايه، دور وقت. فكنت عمري مسافة وانا بدور مكتب، قال لي يا ابني انت عامل كده ليه؟ انت تبع ايه؟ قلت له انا كذا 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 وهنا ومش المهم القائد فضل يضحك، فراح عطيني بدل ما كنت هاخد 24 ساعة اجازة والاصول اخد 10 ايام،
فراح عطيني 15 يوم علشان احضر كوباليت يعني ابنه بتاع. المهم ما طولش عليكم قولوا طول. بتتكبس مين؟ العروسة. وده اللي حصل عندي يوم الصباحية زي ما تقول واحدة دخلت المهم كبست. فجينا بيمنع ايه؟ ما بتحملش. ما هو ده اللي موجود يا جماعة. انا بحكي لكم واقع في التراث المصري. قعدنا 6 أشهر صباح كل شوية ها ما فيش حاجة يا عم ما فيش. ما حوشتوش حاجة ما حوشناش. ده عدى 7 أشهر يا اخوانا طولوا بالكم. هو في ايه؟ وبقى الواحد يقول يا ريتني ما اتجوزت. ما انا قبل ما اتجوز ما كانش حد بيسألني. عدى 8 أشهر ها يا اخوانا لسه. الله هو في ايه؟ المهم فضل يعني رحنا الدكتور قال مش عارف ايه دول صغيرين وكده ولسه وبتاع. فالمهم لقيت انا بفتكرها بكل خير والله يعني احد السيدات قالت لي بقول لك ايه؟ قلت لها ايه؟ قالت لي فلانه عندها جنيه ذهب بيفك المشهر. قلت لها يعني ايه؟ ما انا بقى من كتر اسئله الستات والرجاله بقيت قاره نفسي. قالوا ده زوجتك يوم الجمعه ساعه الصلاه من الناس وهي يعني على المنبر والناس بيصلوا تعمل كذا 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 كذا. فقلت هو احنا هنكهل يا اخوانا؟ هو احنا هنكهل؟ هنهرج؟ ايه ده ماله ومال البيبي والبيبي؟ المهم فلقيت والدتي الله يرحمها قالت لي يا ابني انت خاسس حاجه؟ ما انت بدل ما الناس بتسن بدلك وانت نازل وانت طالع. ويا جماعه حرام عليكم، ابقوا سيبوا الناس ما حدش يسال حد انت حامل ولا مش حامل. المهم ما طولش عليكم قولوا طول. جبنا الجنيه الذهب وعطناه للحجة وزي ما قالوا ساعة الصلاة اعملوا كذا كذا مش عارف عمل ايه. فأنا قاعد ايه الأصول مثلا الحاجة دي تيجي كمان 15 يوم مفيش. وبعدين احنا هنهرج يومين ثلاثة أربعة احنا هنهرج. ما كانش زي دلوقتي كده أسبوع اتنين. طب ما نروح نحلل و و و ومن بعدها على 40 يوم تروح جايب الواد التاني على 40 يوم من غير بقى ايه الجنيه الذهب ولا فك المشهرة. الفيديو ده سامحوني بس انا كنت لازم اقوله علشان خاطر اهوت الخاتم خاتم محمود من يا ام حسين؟ الله هو في ايه؟ الفيديو ده يعني انا حبيت اقوله بالفعل الاحجار الكريمه بتجلب الحظ او بتمنع الحسد بتمنع الحسد. ولذلك في ناس بتحط خرزه زرقاء هنا كده تلاقيها على طول وبيمنح البركه للانسان. ويفضل ان اي انسان لو هيجيب حجر كريم صغير خالص بس هو ده غالي يعني اهو زي ده كده برضو جميل جدا ويلبسه ويبقى خفيف عليه كل حاجه ما تبقى خفيفه ووزنها هو بالاراده طبعا مش بالنسبه للحجر بالاراده يعني ويبقى خاتم خفيف ويلبسه ويستبارك به وان شاء الله يجعل ايامكم كلها بركه وخير وسعاده. وبعد اذن ما دام صدفه ما تكونش زعلانه ان احنا عملنا هذا الرياكت. هو مش رياكت ولكن هو تصحيح ليها انها بتقول لا هو فعلا ما يتعملش عليه لا سحر ولا شعوذه ولا اي حاجه من دي ولكن الاحجار الكريمه كلها بتجلب فعلا زي ما بيقولوا بتمنح البركه وبتمنع الحسد للانسان. ومن اشهرها طبعا الالماس والتوباز والكهرمان واللؤلؤ والزمرد واللازورد والعقيق ده والزفير والمرجان. كل التحيه وكل الاحترام لمحبي ومتابعي عادل فتحي في كل مكان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.